بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة كالعادة هيكون معنا أخبار وكواليس ومعلومات مهمة جدا تخص النادي الأهلي في المرحلة اللي جاية. يمكن السوشيال ميديا يمكن ما عندهاش حديث إلا عن استعدادات الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، مباراة مهمة جدا لا تقل أهمية عن مشوار الفريق في كأس العالم للأندية، لأن النهاردة هنتكلم على هذه الجزئية بشكل مفصل. الأهلي عنده مباراة مهمة وقوية وحاسمة في مشوار دور المجموعات يوم الجمعة القادمة، وبالتالي نخلص من مباراة شباب بلوزداد نبدأ نتكلم بقى على كل الاستعدادات الخاصة بكأس العالم للأندية وبرنامج الفريق وسفر الفريق. النهاردة هنتكلم على مجموعة أخبار، ولكن الناس على السوشيال ميديا منشغلة ببعض التفاصيل أعتقد مش وقتها، وفي نفس الوقت الجهاز الفني بالتأكيد دارس بشكل كويس جدا المرحلة اللي جاية، إزاي يلعب ماتش شباب بلوزداد وإزاي كمان يحضر لقائمة الفريق اللي هتشارك في كأس العالم للأندية، خاصة إن أولى المباريات باقي من الزمن 10 أيام على مواجهة الفائز ما بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاحية مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية بصفة الأهلي بالتأكيد بطل إفريقيا. حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة، والنهاردة كده هنلقي الضوء على معلومات اتقالت امبارح في بعض البرامج واتقالت في السوشيال ميديا، وبالتأكيد لازم نتكلم عليها النهاردة لأن التفاصيل اللي زي دي تفاصيل تاريخية ما ينفعش تعدي، لأن احنا المفروض داخلين على معمعة كأس الأمم الإفريقية وكلنا خلف منتخبنا الوطني والمنتخب بيستعد لبطولة الأمم، فبالتأكيد في أولويات الفترة اللي جاية عند الجهاز الفني للمنتخب، بس قبل الجهاز الفني للمنتخب الأولويات تكون عند اتحاد الكورة بشكل أكبر وتفاصيل أكتر. لكن بسرعة عشان وقت الحلقة نبدأ بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال النهاردة عايز أعرف توقعات حضراتكم على تشكيل الأهلي في مباراة شباب بلوزداد المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، وأيضا كمان توقعاتكم على نتيجة اللقاء. خدوا بالكم يمكن أنطوني موديست رجع للتدريبات، ياسر إبراهيم شارك في المران، عبد المنعم ممكن يتواجد أو ممكن يتم راحته من هذا اللقاء، فبالتالي التشكيل ممكن يكون فيه تعديلات أو تغييرات على المباراة الأخيرة اللي لعبت أمام يانج أفريكانز في تنزانيا. شاركوا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على التشكيل وكمان نتيجة اللقاء اللي نتمنى بإذن الله يكون الأهلي موفق في هذا اللقاء ويخرج فائزا وكمان معاه 3 نقاط لتأكيد صدارة المجموعة. لكن نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل لتدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد، وكمان الفريق الجزائري يصل اليوم، وفي الترند العالمي جايزة جديدة لمحمد صلاح في انجلترا. صلاح حصل على جايزة لاعب العام من اتحاد مشجعي كرة القدم في انجلترا. انا بالنسبة لي وبالنسبة لأي حد مهتم بالكورة، جايزة المشجعين أو تصويت الجماهير بالنسبة لنا بيبقى أهم وأفضل كتير من تصويت الكباتن الأندية أو حتى الأجهزة الفنية، لأن الجمهور هو نبض الملاعب، الجمهور هو اللي بيقدر يقيم دون الميول إلى الانتماءات، فبالتأكيد جايزة مهمة جدا وجايزة تقديرية للنجم المصري محمد صلاح. ألف مبروك يا صلاح، وإن شاء الله بإذن الله تحقق نتائج وتحقق كمان بطولات وإنجازات هذا العام بشكل أفضل في ظل المنافسة القوية مع أرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم. طيب نروح بقى لمباريات اليوم، والنهاردة بنتكلم على مباريات الدوري المصري واستئناف مباريات الأسبوع السابع. امبارح كانت في مباراة فاركو وسموحة، والنهاردة في 3 لقاءات. منذ قليل انتهى الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش على بلدية المحلة 2-0 في المباراة اللي بتتلعب في ملعب غزل المحلة، يعني البلدية على أرضه ووسط جمهوره خسران 2-0 من طلائع الجيش. الساعة 7 الإسماعيلي هيستضيف البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا هيستضيف أيضا إنبي. طيب نروح لمباريات الدوري الإنجليزي، والنهاردة انطلاقة مباريات الأسبوع ال 15، الجولة ال 15 على طول. يمكن الاتحاد الإنجليزي والبريمير ليج عاملة ضغط في الماتشات شوية، كانت الأسبوع ال 14 بدأ من الجمعة انتهى الاثنين، النهاردة في مباريات الأسبوع ال 15 الساعة 9:30 ولفرهامبتون هيستضيف بيرلي، والساعة 10:15 لوتون تاون هيستضيف أرسنال. دي أبرز مباريات اليوم سواء في الدوري المصري أو في الدوري الإنجليزي. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل.
طيب، في كلام كتير قوي على السوشيال ميديا بقى قائمة الأهلي المسافرة إلى كأس العالم للأندية. امبارح كان اليوم الأخير لتسجيل القائمة واختصار القائمة إلى 23 لاعب. احنا من حوالي أسبوع كنا اتناقشنا كده مع حضراتكم على الهواء مباشرة، وقلنا القائمة المفروض ممكن تبقى في حدود، والمعطيات اللي ظهرت في المباريات أكيد كولر هيفكر في حراسة المرمى بالشكل كذا، خط الدفاع الخيارات اللي عنده في ظل إصابة محمود متولي ممكن تبقى كذا، لو بيفكر في وجود خط الوسط هيستنى مشاركة عمرو السولية. وبالتالي على مدار أسبوع كنا بنتناقش مع حضراتكم بنقول لكم المعطيات للقائمة ممكن تكون بهذا الإطار وبهذا الشكل، ولكن مش عايز حد يتعامل مع الأخبار اللي بتتكتب على السوشيال ميديا وفي المواقع بخصوص القائمة، وجود محمد عبد المنعم، استبعاد متولي، دخول كريستو، خروج صلاح محسن، طالما النادي الأهلي لم يعلن القائمة بشكل رسمي أتمنى الناس ما تقعدش تتناول وتتناقش في التفاصيل اللي زي دي. ليه؟ إحنا سهل علينا جدا على فكرة النهاردة نعمل سبق صحفي وإعلامي كبير جدا ونقول القائمة بأرقام اللاعبين وكولر فكر إزاي وفي الاجتماع اتقال إيه ومين يدخل ومين يخرج، سهلة جدا ممكن نعمل ده، ولكن في أولويات. إيه هي الأولويات؟ مباراة شباب بلوزداد يوم الجمعة اللي جاية هي مباراة مهمة جدا، مباراة حاسمة في مشوار المجموعات. النادي الأهلي كان سهل جدا امبارح بعد الساعة 12 يعلن القائمة على الموقع الرسمي، بسيطة سهلة جدا. كده كده حتى الفيفا خلال أسبوع بالكتير يعني قبل يوم الثلاث الجاية والأربع الجاي الفيفا هينزل كل قوائم الأندية المشاركة في كأس العالم على الويب سايت على الموقع الرسمي. يعني على الثلاثة والأربع اللي جاي الفيفا ينزل كل القوائم مع انطلاق البطولة إن شاء الله بأولى المباريات ما بين أوكلاند سيتي واتحاد جدة السعودي. ولكن الأهلي عنده مباراة هامة جدا مع شباب بلوزداد. كولر استقر على 23، والخلاف ممكن عند الناس اللي اجتهدت ممكن في اسم أو اتنين، وبعد يعني تسجيل القائمة ممكن البعض اجتهد وحاول وصل لل 23 بنسبة مثلا 90% أو 100%، ولكن في أولويات. ماتش شباب بلوزداد ماتش صعب جدا، ماتش مهم جدا. النهارده عندنا تفاصيل مهمه جدا عن قائمه شباب بلوزداد اللي جايه القاهره النهارده ان شاء الله. الفريق النهارده المفروض في يعني في الجزائر سافر واستقل الطائره اللي جايه على القاهره عشان يلعبوا مباراه الاهلي يوم الجمعه في برج العرب، فعندنا تفاصيل النهارده وعندنا كلام مهم جدا كمان النهارده على فريق شباب بلوزداد. ولكن طالما الاهلي لم يعلن القائمه يبقى بالتالي التركيز اكتر على ماتش الجمعه اللي جاي، مين دخل مين خرج من القائمه. اعتقد يعني طالما في مدير فني شايف مصلحة الفريق وأفضل اللعيبة اللي ممكن تكون معاه في الأسبوع اللي جاي في كأس العالم كل الدعم والمساندة ليه، كل الدعم والمساندة ليه. ولو في أسماء خرجت مش معنى الأسماء اللي خرجت دي إن الأسماء دي ممكن تمشي من الأهلي أو ممكن تخرج إعارة في يناير، ده مش شرط على فكرة ومش وارد. وعايز أتكلم على نقطة مهمة جدا في سياق الحديث بالمناسبة يعني عن كأس العالم للأندية قبل ما أروح لمباراة شباب بلوزداد اللي عندي تفاصيل فيها مهمة جدا. أولا برنامج الفريق اللي هيستعد ان شاء الله لكأس العالم. النهارده بنتكلم في الثلاث، في تدريب النهارده الساعه 6، بكره في تدريب ارض ايضا كمان في ملعب التتش تدريب مسائي، يوم الخميس التدريب الظهر، بعد الظهر والفريق يتناول وجبه الغداء في مطعم النادي في الجزيره هيتحرك ان شاء الله الفريق الى الاسكندريه للمبيت هناك والدخول في معسكر مغلق في برج العرب استعدادا لمواجهه شباب بلوزداد يوم الجمعه الساعه 6 على استاد برج العرب. يرجع بعد المباراه على طول للقاهره. يوم السبت في تدريب، يوم السبت في تدريب، يوم الحد الفريق أجازة، يوم الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الفريق هيتمرن صباح اليوم، صباح يوم الاثنين 11 ديسمبر في ملعب التتش، على طول بعدها الفريق هيسافر إلى المملكة العربية السعودية، الطيارة تحديدا هتكون الساعة 3 العصر. وبالتالي ده برنامج الفريق حتى يوم الاثنين اللي جاي استعدادا لأولى المباريات يوم 15 ديسمبر. الجمعة اللي جاية لا اللي بعدها هتكون مباراة الأهلي الساعة 8 بتوقيت القاهرة. ده برنامج الفريق. قائمة الفريق، القائمة الرسمية 23 لاعب. القائمة الرسمية 23 لاعب، ولكن ليه الأهلي ما أعلنش القائمة؟ عشان حاجتين. أول جزئية، عندك ماتش يوم الجمعة اللي جاية. قد تستعين بأسماء من اللي خرجت من القائمة في ماتش الجمعة اللي جاية. قد تستعين بيهم. لأن في اسم أو اتنين من ال 23 ممكن ما يكونوش في ماتش الجمعة اللي جاية. تمام؟ فده جزء مهم جدا، فمش محتاج تخسر لاعب أو اتنين وأنت عندك ماتش مهم جدا يوم الجمعة اللي جاية. ناس كتيرة ممكن تقول لي ما خلاص الناس عرفت والناس، لا، الإعلان الرسمي شيء والاجتهادات والتوقعات شيء تاني خالص. الحاجة التانية، هل الأهلي هيسافر السعودية ب 23 لاعب فقط؟ لا، خدوها مني بشكل رسمي، الأهلي مش هيسافر السعودية ب 23 لاعب بس. كولر بيفكر في اصطحاب ما يقرب من 28 لاعب في رحلة السفر إلى المملكة العربية السعودية. الناس تقول لي 28، ما هي القائمة الأساسية 23. واحدة واحدة عليا،
في حاجتين كولر بيشتغل عليهم. اولا لغايه اولى المباريات يوم الجمعه مع اتحاد جده او اوكلاند سيتي انت عندك فرصه انك تستبدل في القائمه الاساسيه بشرط قبل المباراه الاولى ب 24 ساعه في حال لا قدر الله وفي اصابه. يبقى بالتالي من هنا النهارده او من امبارح بالليل بعد تسجيل القائمه لغايه يوم 14 ديسمبر، يعني بنتكلم في حوالي 9 ايام، في التسع ايام دول لا قدر الله لو في اي اصابه هتستبدل واحد من 23 وتدخل من ال 28 او الخمسه الزياده اللي انت هتاخدهم معاك في السعوديه. الحاجه الثانيه انت مسافر كاس العالم في السعوديه، ان شاء الله نكمل لغايه المباراه النهائيه او الثالث والرابع يعني اليوم الختام 22 ديسمبر. لو كملت ال 22 ديسمبر هتطلع من السعوديه على الامارات عشان تلعب بطوله السوبر للانديه الابطال. تمام؟ عندك مباراتين، هتلعب المباراه الاولى مع سيراميكا كليوباترا يوم 25، وان شاء الله المباراه الثانيه باذن الله تكون المباراه النهائيه يوم 28 مع الفائز ما بين بيراميدز وفيوتشر. فانت من السعوديه على الامارات هتسافر لو كملت في كاس العالم. يبقى بالتالي هل هتكتفي بال 23 وتطلع بيهم من السعوديه على الامارات بايا كان بقى النتائج؟ ال 23 الحمد لله يعني في اتم الجاهزيه لا قدر الله ما فيش اصابات، لا لازم تاخد مجموعه اضافيه عشان لما تطلع على الامارات وتلعب كاس السوبر يكون عندك مخزون بشري جيد من اللاعبين في بطوله كاس السوبر، لانك هتلعب اربع مباريات ثلاث مباريات في السعوديه ان شاء الله لو وصلت الفاينل او وصلت اليوم الختامي 15 18 22، فبالتالي في خمسه اكيد هيكونوا زياده على ال 23 في رحله السفر الى السعوديه. عشان كده كولر والاهلي لم يعلنوا حتى الان القايمه بشكل رسمي عشان الجزئيات اللي شرحتها لحضراتكم. السفر للاثنين الجاي الساعه 3 العصر بعد التدريب الاساسي في التتش، مهندس خالد مرتجي هيكون رئيس بعثة فريق النادي الأهلي في السعودية، كابتن محمود الخطيب كالعادة هيكون موجود أيضا مع البعثة، وفي يعني سيستم كده إداري وعملي في النادي الأهلي لما بيكون في رئيس للبعثة الكابتن محمود الخطيب لازم يكون موجود مع الفريق مرافق، لكن في صلاحيات كاملة بتبقى لرئيس البعثة، شفنا ده في نهائي إفريقيا، شفنا ده في كذا مناسبة من سفريات الأهلي في كأس العالم للأندية. أيضا كمان دكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة والتنسيق الطبي اللي هيكون موجود في هذه البطولة إن شاء الله خلال الفترة الجاية. لما نقرب أكتر من ميعاد بطولة كأس العالم عندنا تفاصيل وكواليس وأخبار مهمة جدا كمان على استعدادات الجماهير لهذه البطولة المهمة جدا. كولر كمان على فكرة بنسبة كبيرة هيبقى عدد كبير جدا من الجهاز الفني والإداري والطب هيكونوا موجودين معاه في رحلة السفر، تأكيدا لكلامي اللي قلته إن الفكرة مش البطولة بس، أنت ممكن تطلع من السعودية على الإمارات فبالتالي لازم تكون موجود بكامل هيئتك كجهاز فني وإداري وطبي ولاعبين عشان بتلعب على بطولتين، بطولة كأس العالم وبطولة السوبر للأندية الأبطال بإذن الله في الإمارات العربية المتحدة. ده جانب. الجانب الثاني وهو متعلق النهاردة باستعدادات الأهلي. امبارح كان في تدريب وفي أخبار مبشرة من هذا التدريب. يمكن كان معانا امبارح زميلنا كريم أحمد وانفرد مع حضراتكم بأخبار مهمة جدا، جاهزية ياسر إبراهيم، تدريب ياسر إبراهيم بالأمس، أنتوني مودست كان في كلام إيجابي قبل المران وبالفعل مع المران نزل وشارك، منعم الحمد لله كريم طمنا انه هيكون موجود في القائمه. كل التفاصيل بقى والجديد النهارده في المران اللي هينطلق الساعه 6، نروح مباشره الى مقر النادي الاهلي في الجزيره مع الزميل العزيز كريم احمد. كريم مساء الفل. مساء الخير عليك وكل التحيه ليك للزميل العزيز محمد سعيد وكل التحيه لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. تدريب قدامك اعتقد هيبدا دلوقتي، يعني كان المفروض يبدا 6 بس كويس ان هو بدا بدري، ده من حسن حظنا ان احنا يكون معانا النهارده المران على الهواء مباشره. طب اخر الاخبار عندك بقى والتفاصيل وتطمني اكتر على انتوني مودست ان امبارح نزل وشارك في المران الجماعي. طبعا يمكن زي ما قلنا محمد في البدايه الجهاز الطبي للنادي الاهلي بيقوم بدور كبير جدا جدا لتجهيز كل اللعيبه، لان زي ما قلنا مرحله مهمه جدا عندنا تلاحم كبير جدا الفتره القادمه من المباريات وبالبطولات. يعني الشيء الايجابي والمباشر جدا الحقيقه ان احنا يعني مودس زي ما قلنا في فتره زمنيه الراجل خلاص يمكن نزل امبارح في التدريبات، النهارده ايضا كمان متواجد في التدريبات. هي طبعا الامر الخاص احنا بنقول يعني عايزين اللاعب يكون سليم 100% اما يكون متواجد في القائمه او في اي مباراه، لان مش عايزين نفقد حد محمد في بطوله كاس العالم مباراه شباب
سداد مباراه صعبه، مباراه مهمه جدا، محتاجه تكاتف كبير ومحتاجه عقليه لاعبي النادي الاهلي عشان تفنش بشكل مباشر وبشكل مطمئن لكل جمهور النادي الاهلي. شيء ايجابي جدا عوده مودست، ان شاء الله يكون اضافه كالعاده. ياسر ابراهيم ان شاء الله النهارده ياخد الجرعه التدريبيه الكامله باذن الله، ويكون ايضا كمان عنصر من العناصر المميزه والرئيسيه في مباراه شباب بلوزداد. منعم يمكن في هذه اللحظات بيواصل ايضا كمان التاهيل وبيجري حول الملعب كالعاده بموضوع له برنامج التاهيلي، لكن مباشر الحقيقه بنشوف الجري يا محمد، يعني بتدينا برضو انطباع وبتدينا اشاره ومؤشر كبير جدا مدى الحاله ومدى الاستيعاب ومدى الحاله الطبيه اللي فيها منعم. ان شاء الله باذن الله كل لعيبه النادي الاهلي تكون على قمه الاستعداد سواء في مباراه شباب بلوزداد او في المرحله القادمه تماما. يمكن الضوء زي ما قلنا رجع، ندبد ايضا كمان عوده عمرو السوليه في المباراه الاخيره، اشياء بتسعد الجهاز الفني بشكل كبير ان انت بينضم لك عدد كبير من اللعيبه كنت فاقدهم الفتره الماضيه. ان شاء الله النهارده تكون جرعه تدريبيه قويه. امبارح محمد كان التدريب خططي وتكتيك بشكل كبير جدا، يعني زي ما قلنا يمكن ياسين المكاري والجزء التحليل الفني امر مهم جدا بيعرض طبعا على مستر كولر، الراجل بيتكلم نظري في المحاضرات. النهارده كانت في محاضره كالعاده قبل بدايه المران، ثم بعد كده بيتم التطبيق في ارض الملعب. لعيبه الحقيقه عندها جديه كبيره جدا، لعيبه مركزه بشكل كبير جدا، عارفه ان اهميه المباراه قبل كاس العالم هتدي رساله للجميع سواء للعيبه النادي الاهلي ومدى الجاهزيه وايضا كمان للقادم. عشان كده بنقول يعني ربنا حافظ على لعيبه النادي الاهلي من خلال التدريبات ومن خلال الحقيقه مباراه شباب بلوزداد، لان متوقع محمد النديه والقوه والالتحامات والاشتراكات المعروفه والمعتاده في بطوله افريقيا وتحديدا في المباراه طبعا الخاصه بشمال افريقيا بالكامل. لكن الشيء المطمئن جدا ان عدد من الاصابات بيرجع لنا، وزي ما انت قلت محمد هيستعين مستر كولر بعدد من اللاعبين في القائمه في بطوله كاس العالم، لان ممكن يكون في مستجدات كثيره جدا من الاصابات، وده امر مهم جدا. النادي الاهلي بيشتغل بشكل دقيق جدا بشكل احترافي جدا الحقيقه في ملف كاس العالم. الخبرات اللي متواجده ومشاركاتنا الكبيره جدا والمعتاده خلال الفتره الماضيه مديه مؤشر كبير ان شاء الله باذن الله كل الترتيبات تكون على قدم وساق، وتحديدا كمان التحضيرات الفنيه يكون امر مهم جدا لمستر كولر. امر مهم جدا كمان يا كريم، وانت بتتكلم معايا على رحله السفر الى السعوديه، ولكن بعد عوده الفريق من تنزانيا وقدام يمكن على الشاشه لقطات حصريه وخاصه لبعثه الفريق على متن الطائره اللي كانت عائده للقاهره في بدايه هذا الاسبوع. يعني اعتقد الجانب البدني والعامل البدني مهم جدا، يعني الفريق رجع من تنزانيا كانت فيه راحه، اليوم الثاني كان فيه تدريب استشفائي. يعني عايزك تطمنا على الحاله البدنيه كمان للعيبه، يعني قدامنا امام عاشور عدد من اللاعبين، رحله الطياره الخاصه كمان يا كريم، وانت اكيد كنت مع الفريق في الرحلات في الفتره السابقه، الطياره الخاصه مش عشان بس الاهلي يستغرق وقت قليل في السفر، لا عشان الراحه، بدل ما اللاعب يكون قاعد على كرسي لو في رحله عاديه لا يبقى يقدر يفرد رجليه، يقدر يبقى قاعد براحته زي ما انتم شايفين قدامنا على الشاشه بالتاكيد في عوده الفريق من تنزانيا. امر مهم جدا يا محمد طبعا، وزي ما بنقول مجلس اداره النادي الاهلي وتوفير طياره خاصه الحقيقه لفريق النادي الاهلي، الامر ما يعني مش بيكونش بس من الوقت او المسافه، لا يمكن انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا. يعني زي ما بنقول اللي بيسوق عربيه لفتره ساعه وساعتين ممكن يجي له شد من لعيبه النادي الاهلي، تخيل بقى الرحله بتستغرق 8 و9 ساعات، ولو ما فيش طياره خاصه ممكن تنزل ترانزيت مره واثنين وثلاثه، فبتكون في صعوبه كبيره جدا. الجانب البدني امر مهم، والترتيبات البدنيه الحقيقه بيقوم بيها النادي الاهلي بدور كبير جدا، الجرعات التدريبيه اللي بتوزع على اللاعبين امر مهم، الفايل الطبي الحقيقه اللي بيتعمل لعيبه النادي الاهلي كلها الحقيقه محمد حاجات احترافيه بشكل كبير. ايضا كمان اللي مساعد هذا الامر هو اتقان وتنفيذ لعيبه النادي الاهلي لكل البرامج اللي بتعد وبتترجم كمان في ارض الملعب، ده امر مهم جدا. لعيبه واضح ان هي يعني عايزه ترجع من جديد ان شاء الله باذن الله خلال هذا الموسم، حققنا الحقيقه الموسم الماضي يعني بطولات عديده جدا وكان تالقنا بشكل كبير، فيا رب ان شاء الله باذن الله يكون القدم افضل لفريق النادي الاهلي. سؤال اخير من خلال متابعتك للتدريب امبارح وانت النهارده كمان في التيتش اهو على الهواء مباشره، مودست ممكن يلحق ماتش بلوزداد ولا هو بيتمرن تدريب جماعي بس هيفضلوا يجهزوه عشان كاس العالم اكتر؟ يمكن زي ما بقول لك يا محمد يمكن مودست بنسبه كبيره وبشكل كبير جدا يعني ممكن يكون في القائمه، لكن يعني الدفع من عدمه زي ما بقول لك الضمه بتحتاج تأني بشكل كبير، ان الراجل ممكن يكون متواجد في القائمه لكن مش هيكون في مخاطره او ريسك كبير ان هو يبدا المباراه. على الجانب الاخر اتكلمنا على ياسر، لا ياسر مطمئنه جاهزيته مطمئنه جدا، فهيكون ان شاء الله باذن الله مشارك في المباراه، لان من الواضح منعم طبعا بيأهل حتى هذه اللحظه، لسه عندنا تدريبين، لكن زي ما بقول لك في تأني كبير وفي حرص كبير جدا من الجهاز الطبي والجهاز الفني الاهلي ان اي لعيبه يكون متواجد تحديدا في مباراه شباب بلوزداد لابد يكون جاهز بنسبه 100% عشان مش عايزين نخسر حد. بنتمنى ان شاء الله مودست النهارده وبكره كمان في التقسيمات وفي الحاجات طبعا اللي فيها الالتحامات وبنأكد على الامر يكون شكله طيب جدا ويدينا اشاره، ممكن يكون متواجد يا محمد في مباراه شباب بلوزداد، لكن اللي يهمنا طبعا الجاهزيه ويهمنا ايضا كمان بطوله كاس العالم للانديه. شكرا ليك زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي، وزي ما انتم شايفين على الشاشه دلوقتي يمكن ده لقطات على الهواء مباشره
من ملعب التتش بالجزيره لاداء الفريق التدريب على الملعب استعدادا لمواجهه شباب بروزداد. شايفين طبعا عمرو السوليه هو الحمد لله موجود، محمد زعلوك، انتوني موديست، محمد مجدي قفشه، امام عاشور، طاهر محمد طاهر، محمد كريستو هو كمان موجود في المران الجماعي، احمد عبد القادر، صلاح محسن، كريم ندفد، خالد عبد الفتاح، محمود عبد المنعم كهربا. يمكن ده طبعا الجانب اللي ظاهر قدامي بنسبه كبيره. في جانب الناحيه الثانيه هو اللعيبه بتقرب منه شويه شويه، علي معلول، في كمان يعني شايف احمد نبيل كوكا، امام عاشور. يعني الحمد لله يمكن الصوره اعتقد خير دليل، وافضل ما اتكلم على الغيابات والاصابات، كريستو في المران الجماعي، صلاح محسن في المران الجماعي، احمد عبد القادر في المران الجماعي، بيرسي تاو في المران الجماعي، انتوني موديست في المران الجماعي، قفشه، معلول، احمد نبيل كوكا، يعني كل اللعيبه في المران الجماعي، عمرو السوليه الحمد لله في المران الجماعي، محمد هاني موجود قدامكم هو على الهواء، رامي ربيعه، يمكن الوحيد بس اللي بره التدريب الجماعي كريم فؤاد كمان هو موجود، هو محمد عبد المنعم بيأدي تدريب جري حول الملعب. يمكن طبعا حراس المرمى بنسبه كبيره في التوقيت ده اكيد، كريم ندفد اهو كمان في المران الجماعي. يمكن اللي لفت للنظر بالنسبه لي محمود متولي مش موجود في المران الجماعي لانه لسه بيواصل البرنامج التاهيلي. محمد عبد المنعم كان بيعمل جري حوالين الملعب وده برنامج تدريبي لسه تاهيلي عشان لسه ما يقدرش يخش المران الجماعي. كمان شايفين حسين الشحات موجود في المران الجماعي، اكرم توفيق موجود في المران الجماعي. يعني بنحاول قدر الامكان نطمن كل جماهير الاهلي في كل مكان من خلال برنامج الترند على شاشه قناه الاهلي بتواجد كل اللاعبين الحمد لله. يمكن قائمه الاصابات يعني مع الوقت الحمد لله هتقل شويه والعدد هيكون قليل شويه، يمكن كريستو في المران الجماعي، ندفد في المران الجماعي، يمكن لسه شويه محمود متولي خلال الايام اللي جايه ان شاء الله ممكن يدخل في المران الجماعي. لكن عايز اكد لكم على فكره محمود متولي بنسبه كبيره ممكن كمان يكون موجود مع الاهلي في القائمه اللي هتسافر في كاس العالم للانديه، وارد ما يكونش موجود في 23 الله اعلم، بس بنسبه كبيره حتى في الخمسه الزياده ممكن تلاقوا زعلوك، ممكن تلاقوا معتز محمد، ممكن تلاقوا نيدفيد، ممكن تلاقوا يعني محمود متولي، ممكن تلاقوا كريستو. ففي اضافات، اليو جانجا هو كمان موجود، احمد عبد القادر زي ما قلت، صلاح محسن زي كريم الدبيس كمان الظهير الايسر والفولت العالي، محمود كهربا. طيب ده جانب مهم جدا، عايز اروح لجانب متعلق بفريق شباب بروزداد اللي هنواجهه ان شاء الله يوم الجمعه على استاد برج العرب الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره بقياده تحكيميه للحكم الكيني بيتر ويرو. فريق شباب بروزداد النهارده هيسافر او خلاص حاليا دلوقتي هو في الطياره اللي جايه ان شاء الله على القاهره عشان يستعد لمواجهه الاهلي، عنده غيابات مؤثره. انا هقول معلومه لكن المعلومات دي محدش يبني عليها ان كده المباراه هتبقى سهله، احنا دورنا بس ان احنا نقول المعلومه. نادي شباب بروزداد اعلن القائمه الرسميه على الصفحه الرسميه على الفيسبوك، قائمه النادي على صفحه النادي على الفيسبوك، ولكن فوجئت من خلال القائمه ان في اتنين من العناصر الاساسيه اللي في خط الدفاع مش موجودين مع فريق شباب بروزداد، ابرزهم شعيب قداد، ده مدافع الفريق رقم 2 وده كابتن الفريق، مش موجود مع بعثه فريق شباب بروزداد، وكمان اللاعب رقم 20 الظهير الايسر يوسف العوافي. الظهير الايسر يوسف العوافي في فريق شباب بروزداد مش موجود مع الفريق اللي جاي للقاهره عشان مواجهه الاهلي يوم الجمعه اللي جاي، وبالتالي اتنين من العناصر الاساسيه وتحديدا في خط الدفاع مش موجودين في مباراة النادي الأهلي. كمان في أربع لعيبة في قائمة فريق شباب بروزداد ما كانتش موجودة في غانا في كوماسي لمواجهة ميدياما، المدرب باكيتا ضمهم للقائمة عشان يكونوا موجودين في مباراة الأهلي يوم الجمعة اللي جاية. أربع لعيبة كانوا بره الماتش، فبالتالي ممكن يكون في تعديل على تشكيلة فريق شباب بروزداد يوم الجمعة اللي جاية. بنتكلم على من عنصرين الى ثلاث عناصر، يعني الظهير الايسر يوسف بلعيف مش موجود، بنتكلم على كداد المساك برضو كمان مش موجود، لكن اسامه درفيلو المهاجم موجود، طلال بوسوف رقم 10 موجود، مامادو سماكا اللاعب المالي موجود، في ميزيان موجود. على فكره من اللعيبه اللي رجعت وانضمت حسين بن عياده كان غايب الفتره الاخيره، هيكون موجود في قائمه فريق شباب بروزداد. طيب عندنا تفاصيل اكتر على فريق شباب بروزداد. دلوقتي بينضم لي عبر تطبيق زوم كابتن خالد ديكماش حارس مرمى شباب بروزداد السابق ومنتخب الجزائر السابق. كابتن خالد مساء الفل، تحياتي ليك وتحيات كل مشاهدي قناة الأهلي وسعداء بوجودك معانا عبر شاشة قناة الأهلي.
يعني شرفيه بقى اتكلم عبر شاشات عبر قناه بتاعكم. وجه تحياتي للشعب المصري جميعا والشعب الفريق الاهلي خاصه، وانا يعني متشرف اني معكم ان شاء الله، اهلا بيك. ان شاء الله الله يسلمك. الله يسلمك، شكرا طيب شكرا. كابتن خالد، عايز اتكلم اولا على اهميه وقيمه وجماهيريه هذه المباراه ما بين الاهلي والشباب بولوزداد، هي الجوله الثالثه والرابعه. الجوله الرابعه لسه مش هنتكلم عليها لان متوقف اقامه المباراه على نتيجه الاهلي في كاس العالم للانديه، ولكن الجوله اللي جايه نقدر نقول هي مباراه يعني تاكيد الصداره او المنافسه على صداره المجموعه. الاهلي في اربع نقاط في الصداره، بولوزداد بثلاث نقاط، خسر بشكل مفاجئ امام ميديام الغاني. فكيف ترى المواجهه الجماهيريه العربيه المرتقبه بين الاهلي وبلوزداد يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله في برج العرب؟ اظن ان المقابله الاخيره الذي جمعت ما بين فريق شباب بلوزداد وفريق ميديام ما فيش اي مناصر متشائم كان ينتظر هذه الهزيمه، يعني كانت هزيمه نكراء وقاسيه على الفريق اللي ما كانش مستاهله على كل حال. وكانت الهدف الثاني كان تلقاه الفريق في اخر ثواني من المقابله. هذا الامر هذا خلى للفريق يعني الو. طيب على ما يرجع لنا الصوت الكابتن خالد تاني، زي ما بقول لحضراتكم قائمه فريق شباب بلوزداد هتشهد غياب اثنين من اهم العناصر الاساسيه في خط الدفاع، زي ما قلت شعيب كداد ويوسف العويفي الظهير الايسر. ولكن على فكره شباب بلوزداد السنه دي يمكن عمل صفقات مهمه جدا، دعم صفوفه بلاعبين مميزين. اولا اسامه دارفيلو مهاجم الفريق الاساسي واللي بيلعب بشكل اساسي في المباريات الافريقيه، صفقه مهمه جدا. كمان بن غيث يمكن من اللاعيبه المهمه كمان انضمت، في ميزيان جاي من اتحاد العاصمه، سماكي من الملعب المالي. ارجع تاني للكابتن خالد. كابتن خالد، يعني تعليقك على المواجهه الجماهيريه ما بين الفريقين، اتفضل. لا على كل حال الفريق الاهلي معروف على المستوى الافريقي وعلى مستوى العالم، فريق القرن يعني مسميش لم يسمى بفريق القرن هكذا برك يعني. وفريق شباب بلوزداد صغير يراه يبني في التاريخ تاعه في البطوله الافريقيه في الربع السنوات الاخيره هذه. وعلى كل حال كان هو فاز بالبطوله الجزائريه على اربع خطرات متتاليه، راهو انا بالنسبه لي راهو توجور الاقلم بهذه البطوله الافريقيه لما يستاهل على كل حال، باسكو ما عندوش تقاليد كبيره في هذه الكاس هذه. وعلى كل حال النتائج تاع هذه الاعوام الاخيره كانت لاباس بها. والمشكل اللي كما كنت تقول من قبيله يعني كما كنت صرحت به انت، غياب لاعبين اساسيين في الدفاع اللي هما كداد شويه كداد راح يكون في الوسط دفاع والظهير الايسر العوافي. هذا الامر هذا راح يخلي المدرب في 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 مشكله بعد مام بن عياده، يعني راهو مصاب بن عياده اللي لاعب كان في الدوليبه هذه السنه وكان لاعب سنوات طويله مع الفريق الوطني. هذا الامر هذا راح يخلي المدرب يعني في 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 اشكاليه كيفاش يدير، باسكو كاين لاعب في الوسط لاعب محوري اللي هو حدادي راح يكون موجود في المقابله، بصح شكون راح يكون معاه؟ اسكو راح يرجع بالخيط الظاهر الايمن يرجعوا في الوسط ولا يلعب عزي؟ هذا اللاعب عزي هذا شاب راح يديروا على اليمين. هذه هي الاشكاليه راح تكون في هذه المقابله. دونك المشكل راح يكون في الدفاع وكذلك في حراسه المرمى. اظن باللي بولحي لم كان اصيب قبل مقابله ميدياما في البطوله، يعني ما لعبش المقابله الاخيره تاع البطوله وما لعبش لقاء ميدياما، لكن هو عاد تعافى. اظن راح يكون هو الحارس رقم واحد ان شاء الله في هذه المقابله اللي تتطلب تجربه كبيره ضد فريق الاهلي. يعني كابتن خالد بصفتك حارس مرمى سابق لشباب بلوزداد، ممكن تتوقع ان يكون في تغيير في مركز حراسه المرمى، اليكس كوندوز ما يبداش ويكون رايسون بولحي ممكن ياخذ فرصه في ما يعني شوف يعني انت كي تنداد بحارس مثل بولحي ماشي باش تخليه رقم ثاني. كانت اشكاليه مع المدرب السابق فوندن بروك، وان كان استعجل كان الى كيفاش نقولوا يعني شغل كان خلق واحد التنافس ما بين الحارسين. صح انت كي تنداد بحارس مثل بولحي ما لازمش يكون ما لازمش تكون كيما يقول لك لازم باينه. انت كي تجيب واحد كيما بولحي لازم يكون هو رقم واحد، يعني هو وانا على دبرين الاصداء اللي عندي بولحي كان ما تقبلش 100% قرار المدرب لما لعبوش في 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 المقابله الاخيره. يعني كان غضب شويه هو، وعلى كل حال ماشي غضب ما تقبلش في المباراه، باسكو هو بالنسبه ليه هو حارس الاول وكان تعافى من الاصابه، كان لازم هو العود ياخذ مكانته. مي اظن في هذه المقابله تاع الاهلي ويتطلب تجربه كبيره راح يعود بولحي للحراسه. طيب. انا بالنسبه لي بالاخبار اللي عندي
اظن بالنبول هي راح يودي الفرصه ان شاء الله. هو بهذا الشكل لو حصل تغيير كمان في مركز حراسه المرمى يبقى كده شباب بلوزداد هيلعب مباراه الاهلي بتعديل على التشكيله اللي لعبت مباراه ميدياما من 3 إلى 4 عناصر، وده اعتقد هيبقى تغيير يعني في ظرف ضيق جدا او وقت صغير جدا ما بين المباراتين سواء في الكوماسي او حتى في برج العرب. طيب عايز اسالك على احمد قندوسي اللاعب الجزائري لاعب وفاق سطيف اللي بيلعب في الدوري المصري كان في الاهلي وخرج اعاره لسيراميكا كليوباترا. تناول الصحافه الجزائريه للاعب مهم زي القندوسي بيلعب في الاهلي وانتقل اعاره لسيراميكا، يعني تاثير اللاعبين الجزائريين في الدوري المصري، يمكن اللاعبين الجزائريين مش موجودين في الدوري المصري بكثافه عكس اللاعبين المغاربه او اللاعبين التوانسه، فانتقال قندوسي شايفه ازاي وفرص وظهور قندوسي كمان في الدوري المصري ومدى تالقه متابعينه ازاي في الجزائر؟ اظن ان قندوسي قبل ما يتاهل من الفريق الاهلي كان عنده اتصالات جد متقدمه مع فريق بلوزداد، واظن ان الاهلي يعني في كنت فريق كيما شباب بلوزداد يريد لاعب ويدخل سباق فريق كيما الاهلي، ما كما يقول ما فيهاش منافسه، ما نقدرش نتنافس فريق الاهلي في اي لاعب، يعني كي يحب فريق الاهلي لاعب ما خصك تكون عندك منافسه معاه. واظن ان قندوسي احسن ما فعل، راح الفريق وين يعني فريق محترف 100%، الاهلي رانا نعرفوه، واليوم اللي فات يعني تيتي شاف اللي ما عندوش ما راحش يكون عنده وقت كبير في اللعب في فريق الاهلي، راه في فريق له فتره وشفناه بلي راه يتاقلم راه يدير في مقابله كبيره، وهذا الامر راح يخليه يعود لفريق الاهلي بقوه، ولكن انا اظن باللي لاعب قندوسي احسن ما فعل يتنقل البطوله المصريه يعني. اكيد كابتن خالد ديكماش حارس مرمى شباب بلوزداد ومنتخب الجزائر السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وتشرفنا بوجود حضرتك بالتاكيد لتعليقك على مباراه الاهلي وشباب بلوزداد. لسه عندي كواليس وتفاصيل، عندنا النهارده كانت في مباراه للناشئين مواليد 2008 بين الاهلي والزمالك، وعندي كلام مهم جدا متعلق بمنتخبنا الوطني في الفتره اللي جايه، كل ده ولكن بعد الفصل. طيب اول حاجه عايز اتكلم عليها واستفتاء مهم جدا موجود على المنصات السوشيال ميديا للاتحاد الافريقي لكره القدم، جايزه افضل هدف خلال هذا العام عام 2023. في 3 لاعبين بالتاكيد لهم علاقه بالنادي الاهلي وبالكره المصريه، لو هنتكلم على الاهلي تحديدا الفولت العالي محمود كهربا داخل في منافسه قويه جدا على فكره افضل هدف، بس بينافسوا كمان حوالي 11 لاعب منهم 2 يعني مرتبطين بهم ارتباط كبير جدا، محمد الضوي كريستو في بطوله افريقيا للشباب اللي نظمت في مصر هدف كان احرزه مع منتخب تونس في زامبيا، وكمان محمود صابر نجم منتخبنا الوطني الاولمبي الهدف الرائع اللي احرزه من وسط الملعب في المنتخب المغربي الاولمبي في بطوله الاولمبيات المؤهله الى دوره الالعاب في باريس صيف 2024. التصويت مستمر على موقع الكاف، ويمكن لو قدامنا دلوقتي على الشاشه ممكن نستعرض العد التنازلي او التوقيت، زي ما انتم شايفين اهو قدامكم بالظبط، يعني باقي 3 أيام و4 ساعات و22 دقيقة و10 ثواني. التصويت مستمر خلال هذه الفترة الزمنية على أفضل هدف. أنا عارف هيبقى في حيرة ما بين هدف كهربا وكريستو وهدف محمود صابر، ولكن أتمنى واحد من الثلاثة يكسب الجائزة. خدوا بالكم كمان الناس اللي هتخش تشارك على جائزة التصويت، 70% من الأصوات اللي هتشارك في التصويت على أفضل هدف هيكون لها تأثير كبير جدا في تحديد الفائز، لأن 30% التانية هتبقى فنيا سواء المدربين او الكباتن او الاعلاميين، ولكن 70% من معيار الاختيار هيكون تصويت الجماهير على افضل هدف. كل التوفيق يا رب الكهرباء، هدفه مع الاهلي في الهلال السوداني في دوري المجموعات كان هدف رائع جدا في المباراه اللي الاهلي كسبها 3-0، هدف كريستو مع تونس امام زامبيا، وهدف محمود صابر مع منتخبنا الاولمبي في مرمى المغرب في التصفيات 23 سنه. طيب الحاجه الثانيه، منذ قليل انتهت مباراه الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الجمهورية تحت 15 سنة مواليد 2008. على فكرة امبارح لما اتكلمت وقلت الأهلي بيكسب الزمالك في قطاعات الناشئين في جميع المراحل السنية، يمكن في الموسم الزمالك ممكن يكسب مباراة أو يتعادل مباراة، ولكن احنا بنتعامل مع مباراة قطاع الناشئين لأهداف تانية، مش فكرة الاحتفالات أو فكرة الكرنفالات اللي ممكن اتعملت في الساعات الاخيره، وكان فجاه الناس افتكرت ان في قطاع ناشئين مهم جدا الناس تتابعه، بس ده لما الاهلي خسر في مباراه كان هو المتسيد في هذا اللقاء. النهارده منذ قليل انتهت مباراه الاهلي والزمالك تحت 15 سنه مواليد 2008 بفوز النادي الاهلي على الزمالك 3-2، وكان الاهلي متقدم كمان 3-1. معايا على التليفون الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي اللي كان موجود حاليا في متابعه حيه جدا لهذا اللقاء عشان يقول لنا كل التفاصيل والاخبار
المتعلقة بهذا اللقاء. فاروق مساء الفل. مرحب بك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. وخلينا محمد عايز اخد من كلامك، لانك اثرت نقطة في غاية الأهمية بالنسبة ان في ناس ابتدت تشوف او تتابع مباريات القمة، وان في مباريات الناشئين نسبة يعني بعد فوز الزمالك على فريق الأهلي 2003 في هدفين مقابل هدف في اللقاء اللي جرى مؤخرا. معلش بس يا محمد هخرج خارج اطار المباراه النهارده. طب سريع في احصائيه بسيطه. السنه اللي فاتت النادي الاهلي والزمالك في مختلف بطولات الناشئين التقوا في 13 مباراه. النادي الاهلي فاز في 10 مباريات، اتعادلوا في مباراه واحده، نادي الزمالك حقق الفوز في مباراتين من اجمالي 13 مباراه. في كل المسابقات اللي بكلمك عليها، مسابقات الجمهوريه سواء كانت ال 2003 ل 2007 ل 2008 ل 2005. الو يا محمد. ايوه فاروق تمام، انا بسجل معاك الاحصائيه. 13 مباراه الاهلي كسب 10 منهم. الاهلي كسب 10 مباريات منهم تمام، ويتعادلوا في مباراه واحده، ونادي الزمالك كسب مباراتين منهم. يعني في بطوله ال 2007 الاهلي فاز 4 في 100 عقبه، وفاز 4 في ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر. منهم انتصارات فريق 2003 السنه اللي فاتت التقى مع فريق الزمالك 3 مرات، الاهلي كسب في الثلاث مرات. فانت بتتكلم في ارقام، الارقام بتقول كده. انت ممكن نادي الزمالك من اجمالي 10 مباريات او 13 مباراه يحقق الفوز في مباراه او مباراتين. لكن يعني نروح بقى لمباراه النهارده. قطاع الناشئين في الاهلي بخير، ولكن اللي عايز يتابع بحياديه بالتاكيد هيرصد هنا ويرصد هنا، ولكن ما علينا. خلينا في ماتش ال 2008 اللي خلص 3-2 يا فاروق، النتائج او التشكيل بالاهداف ومجريات المباراه بسرعه. طبعا يا محمد المباراه دي كانت في الجوله ال 11 لبطوله الجمهوريه مواليد 2008. وخليني اقول لك النهارده الحرص التام من قطاع الناشئين، كابتن وليد سليمان، الكابتن بدر رجب. الو فاروق. الفريق في هذه المباراه. انا معاك يا محمد. الصوت بس قطع، لو الشبكه عندك غير مكانك بس. بقول لك يا محمد النهارده كان قطاع الناشئين بالكامل، الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، الكابتن بدر الرجب المدير الفني لقطاع الناشئين، كابتن احمد ناجي، الكابتن مؤمن زكريا، الجميع النهارده كان مع فريق النادي الاهلي 2008. النادي الاهلي كان بيدخل المباراه وهو في يعني برصيده من النقاط 27 نقطه، نادي الزمالك كان رصيده من النقاط 25 نقطه. النادي الاهلي كان الو. طب يبدو ان احنا عندنا مشكله في الاتصال، ولكن النتيجه في النهايه 3-2، والاهلي يعتبر النهارده كده ابتعد في الصداره عن الزمالك، وبقى الاهلي 30 نقطه والزمالك ما زال 25 نقطه في دوري الجمهوريه مواليد 2008. موضوع اخير مش هتكلم في تفاصيل كتير، هيجي وقته اكتر الحلقات اللي جايه، ولكن امبارح بعد ما اتكلمت على موضوع حسين الشحات كنت اعتقد ان اتحاد الكوره هيصدر بيان توضيحي أو بيان استنكاري على فكرة خروج أحد عناصر اللعبة عن قواعد لائحة الانضباط وقواعد لائحة المسابقات واللجوء إلى المحاكم أو القضاء بعيدا عن الملاعب. كنت أعتقد أن اتحاد الكرة ممكن يصدر بيان توضيحي، لأن لما أي حكم بيتعرض لاعتداءات في بعض المباريات وبيتجه إلى أقسام الشرطة، على طول اتحاد الكرة بيتحرك يعني بيلزم الحكم انه يتنازل، لان في لجنه مسابقات وفي لجنه انضباط وفي قواعد معمول بيها في لائحه او اللوائح المنظمه للمسابقات. ده بيحصل، وعندي وقائع ومكالمات حدثت ما بين مسؤولين في الاتحاد مع بعض الحكام. اللي حصل امبارح ان حسين الشحات راح لنيابه القاهره الجديده ومثل للتحقيق امام احدى الجهات للتحقيق في هذا الامر. انا مش هتكلم على الشق القانوني طالما الموضوع قيد التحقيق، ده جانب تاني ما اقدرش اتكلم عليه ولا اعلق عليه، وبالتاكيد بنثق تمام الثقه في جهات التحقيق، ولكن انا بتكلم على الجانب الرياضي. لا اتحاد الكره علق، ولا رابطه الانديه علقت، ولا حد جاب سيره، ولا حد اكنه شاف اي حاجه خالص. اللي حصل امبارح ده مخالفه صارخه للوائح الاتحاد الدولي ولوائح الاتحاد المصري، والاتحاد المصري لو فضل ساكت على الامر ده مش هيعدي ولا يجوز ان يتم السكوت عليه. واتحاد الكره لازم يكون ليه موقف خلال الساعات اللي جايه، لازم يكون ليه موقف خلال الساعات اللي جايه، لان الامر ده ما ينفعش يعدي. تمام، ده لاعب دولي ولاعب في منتخب مصر ولاعب في النادي الاهلي، في قرارات صدرت من رابطه الانديه، في قرارات صدرت من اتحاد الكره، في تقرير من مراقب المباراه، في قرار صدر من اداره النادي الاهلي قبل كل هذه القرارات، وصدرت عقوبات، والموضوع انتهى منذ حوالي اكتر من 4-5 شهور. ولكن اللي حصل امبارح ده سابقة خطيرة من نوعها لم نشهدها في الملاعب المصرية.
يبقى اتحاد الكره لازم يقوم بواجبه، ولكن يبدو ان اتحاد الكره مشغول. دي بقى النقطه اللي انا اكتشفتها امبارح. ليه اتحاد الكره مشغول؟ لان اتحاد الكره بيفكر في حاجات تانية. اتحاد الكوره بيفكر في حاجات تانية احنا ما كناش نعرفها، عشان نبقى عندنا بس امانه في طرح الموضوع. انا بنتكلم مع حضراتكم، احنا عندنا ثقه في الناس اللي بتدير الكوره في مصر ان هي بتشتغل لمصلحه الكوره المصريه، ولكن يبدو الناس بتشتغل لمصالح شخصيه تانية او مصالح ممكن يكون فيها انتماءات بعيده تماما عن العمل اللي المفروض عضو اتحاد الكوره بيقوم بيه. الا وهي، بصوا على فكره لائحه الانضباط اللي بتكلم عليها اهو، لا يجوز للانديه والمسؤولين وعناصر اللعبه اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي في كرة القدم. بدون استعراض اللائحة، أنا امبارح حتى اتكلمت على الموضوع ده وقلت دي مخالفة صارخة يعني، والناس كلها عارفة إن الموضوع ده أصلا ما ينفعش أصلا يطلع بره الملاعب، وإلا بقى خلاص أي لعيب هيحصل اشتباك بينه وبين لعيب في فريق آخر اتحاد الكرة ما ياخدش عقوبة، يقول لهم بقى روحوا لقسم الشرطة اكتبوا محضر واتخانقوا بره وشوفوا هيحصل إيه. ما خلاص بقى، ما هي القصة بقت بره إطار الملعب. فالمفروض اتحاد الكره ياخد باله من الجزئيه دي ويبقى ليه قرار وليه بيان توضيحي. ولكن انا بقول لكم ليه الاتحاد مش مركز. امبارح احد الاعلاميين، وبغض النظر عن هو ليه قال المعلومه، هو بقى عنده مشكله مع ايهاب الكومي، عنده مشكله مع حد تاني، ولكن ايهاب الكومي في برنامجه الاعلامي وهو عضو اتحاد كوره قال خبر غريب جدا. والناس تقول لي لا في منافسه، يبقى من حق اعلق على الخبر ده او من حق اعلق على تصريح قال عضو اتحاد الكوره ان المدير الفني للمنتخب المصري بيتدخل لوساطة لفك أزمة مالية أو مشكلة مالية ما بين نادي منافس مع نادي أوروبي. دي جديدة يعني، أنا ممكن أقبل أن اتحاد الكورة يضمن نادي مصري عند الاتحاد الدولي أو عند الاتحاد الإفريقي لمقابل أن النادي ما يتوقفش قيد وياخد الرخصة بتاعته ويلعب في المسابقات القارية والدولية. ده مقبول، ده بيحصل بره. انت اضمن النادي المحلي وادفع الفلوس مكانه وبعد كده النادي المحلي يسدد لك الفلوس دي، دي مقبوله. ولكن انك تتوسط وانك تطلب من المدير الفني للمنتخب انه يتدخل بعلاقاته في البرتغال لحل هذا النزاع ما بين الزمالك وسبورتنج لشبونه، جديده بصراحه، عمرها ما حصلت قبل كده. وانا برضه عمال اقول هو المنتخب لم يعلن ليه عن قائمه المباريات الوديه. أتاري فيتوريا مشغول بطلبات تانية اتحاد الكرة بيطلبها منه، ده مش كلامي، ده كلام على فكرة إيهاب الكومي، والله ما كلام أنا. المنتخب محدش سافر لكوت ديفوار عشان يشوف الإقامة والإعاشة. أتاري برضو المنتخب مشغول بموضوع الزمالك وسبورتنج لشبونة. الكلام اللي بيحصل ده جديد، عمره ما حصل، ومحدش يقول لي مالناش علاقة. يا جماعة لأ، في تنافس ما بيني وبين كل الأندية في الدوري وفي الكاس، وبالتالي التنافس ده أنت بتخترق قواعده بالتدخلات الغير قانونية بهذه التصرفات. مش هقول أكتر من كده، إحنا بنسجل ده للتاريخ، لأن منتخبنا الوطني عنده بطولة أمم، واللي بيحصل من الأستاذ إيهاب الكومي عضو اتحاد الكورة في التصريحات اللي قالها على لسانه أمر غير مقبول ولم يحدث من قبل، وبالتالي لما نشوف هيحصل إيه الفترة اللي جاية. بس أنا بقول اتحاد الكورة ليه ما ردش وليه ما اتدخلش في موضوع حسين؟ لأن هم مشغولين في حاجات تانية ليها علاقة دلوقتي بسبورتنج لشبونة وملفات تانية، حتى مش مركزين على كأس الأمم الإفريقية. طيب وقت الحلقة جري بسرعة، ولكن معظم اللي كان موجود في ترند الأهلي النهاردة احنا استعرضناه من خلال مداخلات من الجزائر أو حتى من تدريب فريق النادي الأهلي. هنروح بسرعة على المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم لتشكيل الأهلي وتوقعاتكم كمان لنتيجة اللقاء. نقدر نشوف مع بعض دلوقتي المشاركات وتوقعات حضراتكم. هاني بيقول مساء الخير، أتوقع الشناوي، معلول، رامي، ياسر، هاني، ديانج، إمام، السولية، شايف إن السولية ممكن يبدأ في التشكيلة الأساسية، الشحات، كهربا، بيرسي، تاو، وبعون الله يكون فوز الأهلي 3-0 ويكون روح الفريق والفنانة الحمراء طوال 90 دقيقة وكل التوفيق للأهلي بطل القارة. نروح كمان لسامح بيقول معادلة صعبة، نحتاج إلى فوز كبير يعيد الثقة ويضعنا في الصدارة ويرفع المعنويات قبل كأس العالم، ونخشى لعنة الإصابات. التشكيل: الشناوي في حراسة المرمى، معلول، رامي، ياسر، ما بين قوسين خالد لو حد من المساكين ما لعبش، هاني، مروان، أفشة أو إمام، ديانج، الشحات، كهربا، تاو. إن شاء الله الأهلي يكسب 2-0، أهلاوي أنا والفخر ليا. آخر تعليق معايا أنس بيقول مساء الخير، شكرا ليك، الشناوي، أكرم، معلول، رامي، ياسر، أحمد، نبيل، كوكا، السولية، مروان، الشحات، كهربا، بيرسي، تاو، مع تمنياتي بالتوفيق للأهلي بالفوز إن شاء الله.
دي كانت التعليقات على سؤال الحلقة اللي طرحناه في بداية البرنامج بخصوص التشكيل المتوقع ونتيجة اللقاء. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة. حلقة فيها كواليس وتفاصيل وأخبار مهمة جدا، ولكن كان عندنا بعض التفاصيل لازم نتكلم عليها النهاردة باستفاضة بالتأكيد قبل مباراة شباب بلوزداد وقبل سفر الأهلي إن شاء الله مطلع الأسبوع الجاي إلى المملكة العربية السعودية. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.